أولا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. الحقيقة مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بتنظيمه الأول لهذا الملتقى فاق التوقعات، أعتبره شخصيا نجاح منقطع النظير لملتقى فريد من نوعه في الإمارة في الدولة وفي المنطقة بشكل عام، وأن يأتي بهذا المظهر الفكري العلمي الثقافي يخدم فيه كثير من المحاور وبتركيز أكبر على البنية التحتية للجودة، تجربة جدا رائدة وناجحة. وأهني مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بجميع مواهبه لهذا التنظيم الفوق رائع الذي يفوق حقيقة توقعات، رائع جدا. أهنيكم وأهني نفسي حقيقة بهذا النجاح، ونتمنى أن تكون الاستمرارية لهذا الملتقى وأن يخدم الرسالة السامية ويحقق رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة، وأن نصل إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية، الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبو ظبي 2030. لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة والجهات الحكومية العاملة في إمارة أبو ظبي دورها الرائد اللي يعتبر فريد في تخصصه من جهة الدائرة أو الجهة الحكومية، سواء كانت منظمة لنظم معينة أو القطاع الخاص. يأتي المجلس باختصاص كذلك فريد، يعتبر ملتقى الجهود مصب واحد لكل ما يتعلق بالجودة، لا سيما مع المعايير المواصفات قدرات الفحص شؤون المطابقة شهادات المطابقة علم القياس المترولوجيا. كون أن توجد هنالك مؤسسة في إمارة أبو ظبي تخدم البنية التحتية للجودة، تعتبر هذه خطوة إلى الأمام للوصول إلى اقتصاد ينمو نموا مستداما قائما على اقتصاد المعرفة، من أجل كذلك تحقيق وتعددية الموارد المالية، تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تنافس في مجال الاقتصاد، لكي تنافس في مجال الإنتاج بمعايير عالمية تمكن سلعها ومنتجاتها من الوصول إلى أسواق عالمية إقليمية وعالمية. فمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة ركيزة مهمة ضمن منظومة الجهات الحكومية الموجودة في إمارة أبو ظبي. أتمنى أن نجد في المستقبل القريب صناعاتنا المحلية بطابع صنع في الإمارات تنتشر على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم.